السلام عليكم، انا مروه صبري وجايه لكم النهارده بوصفه هتخليكي تاكلي حاجه شبه السينابون كده، وهتوفر عليكي وقت وعجن وخبز وتخمير، وهتوفر وقت كبير قوي، وهنعملها في اقل من ساعه. بتحضرها بمكوناتها. اول حاجه المكونات معايا 2.5 كوباية دقيق منخول، 1 كوباية لبن، 1 كوباية زيت، 1 كوباية سكر، ومعلقه بيكنج باودر، معلقه خل، معلقه فانيليا، 4 بيضات. للحشو بقى هنستخدم معلقة قرفة، معلقة كاكاو، ومعلقة سكر. المقادير اللي انا مجهزاها دي هي مقادير ضعف ونص الكمية اللي انا كاتبها لكم تحت في صندوق الوصف، لان انا هعمل صينيتين صغيرين. اول حاجة هعملها هحط البيكنج باودر مع الدقيق وهخلطهم كويس. بعد كده هجهز الحشو وهركنها برضو، هحط القرفة مع السكر مع الكاكاو وهركنهم في جنب، وبعد كده هبدأ بالخليط. هجيب الخلاط بتاعي وهنزل فيه بالبيض بال4 بيضات، ومعاهم معلقة الخل، ومعاهم السكر، ومعاهم الفانيليا. انا قصدت ان انا اعمله في الخلاط علشان الناس اللي قالت لي طب لو ما فيش مضرب نعمل ايه، فبحاول بقدر الامكان احاول اعمل الكيكات كلها في الخلاط. هضرب كل الخليط بقى مع بعض، البيض والسكر والفانيليا والخل، وبعد كده هنزل عليهم باللبن على مرتين. هنزل بنص الكمية الاول، وبعد كده هكمل نص الكمية التانية. هضرب الخليط كويس، وبعد كده هبدأ بقى انزل بالزيت. سرسوب رفيع خالص والخلاط شغال، انا حطيت قمعة هنا علشان اسهل نزول الزيت ويبقى نازل فعلا سرسوب رفيع. والخلاط شغال، هفضل انزل في الزيت بالتدريج لحد ما اخلص الكمية كلها، وكده يبقى عندي الخليط خلص. هجيب بولة وهنزل فيها بالخليط بتاع السوائل كله، وبعد كده هنزل بخليط الدقيق مع البيكنج باودر على 3 مرات. هحط واقلب. الخليط ده بيتحط في صينية مقاس 24، لو انتي عايزاها ارتفاع عالي. لو عايزاها ارتفاع قليل شوية 3.5 سنتي مثلا، هحطها في صينية مقاس 26. هقلب لحد ما يبقى قوامه كده بالشكل ده، وبعد كده هجيب الصينية بتاعتي، هتكون مدهونة كويس بالزبدة ومرشوشة بالدقيق. هحط بقى نص الكمية بتاع الكيك، وبعدين هجيب الخليط اللي انا كنت عاملاه للحشو، القرفة والسكر والكاكاو، هحطها هرشها كده، وبعد كده هنزل بباقي خليط الكيك من فوق. طبعا ده انتوا هتعملوه، انا هنا عامله زي ما قلت لكم المقدار مقدار ونص، لان انا عامله صينيتين صغيرين، لكن عندكم في البيت هتقسموا الخليط على مرتين بس. اهو بحط النص، وبعدين بعمل حشو القرفه والكاكاو والسكر، وبكمل باقي الخليط. لو لقيته طلع كده قرفه من الوش عادي مش مشكله، هي كده كده لما نقلب الكيك بتاعنا هتبقى هي الجزء اللي من تحت. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد حوالي ساعة الا تلت. هطلعها اقلبها في صينية، وبعد كده هبدأ احط عليها الصوصات اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات، وهحط لكم الرابط بتاعه تحت الفيديو، صوص الكراميل وصوص الشوكلت والحليب المكثف المحلى. هزينها كده بيهم، وكده هناكل احلى كيك سينابون. خدش مننا وقت خالص، وطعم السينابون وبالهنا والشفا. دي بقى الكيكة التانية هجيبها دلوقتي، اهو طلعت برضو بختبرها باللاستيك، طلع نظيفة يبقى تمام استوت. هقلبها في صينية، وبرضو هزينها بالشوكلت والكراميل والحليب المكثف المحلى. تحلية سهلة وسريعة وفخمة، وطعمها كمان عايزة اقول لكم يجنن. كده خلاص وصفتنا النهاردة خلصت، اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وتبعتوا لي صور التطبيقات عشان بفرح بيها جدا. وما تنسوش تعملوا لي لايك على الفيديو، ولو انتم مش مشتركين في القناة اشتركوا، فعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله، ونقول سلام.